طيب خلينا نخش على طول قبل ما اكلمك على الكره يا عم ايهاب، عايزين نتكلم عن النادي الاهلي والقرعه بالنسبه للبطوله الافريقيه. في الانترو قلت خريطه يمكن المنتخبات اتغيرت بشكل كبير، عايز اعرف منك كواليس القرعه، في فرق هتوصل يعني الفرق الجديده على البطوله ديت، شايف يعني شايف الكواليس ازاي بالنسبه لبطوله افريقيا او القرعه اللي هتقام ان شاء الله يوم الجمعه الجاي؟ ان شاء الله القرعه كابتن زي ما حضرتك قلت يوم الجمعه في مدينه جوهانسبرج جنوب افريقيا الساعه 1 ظهرا تقريبا. لاول مره القرعه السنه دي يا كابتن هتكون فيها العدد، اللعبه اختلفت شويه، المنتخبات العربيه قليله اقل من المنتخبات الافريقيه. طوال السنين اللي فاتت بقى لنا كذا سنه منتخبات فرق شمال افريقيا مكتسحه ومسيطره على العدد الاكبر من الفرق المتاهله. دلوقتي من ال 16 اللي تاهلوا عندنا سبع فرق عربيه و وتسعه من افريقيا السمراء زي ما بنقول، وسبعه يعني بنسبه كبيره واحد منهم بكره هيخلص، لان لسه عندنا النهارده اسف هيخلص اللي هو ماتش شباب بلوزداد. شباب بلوزداد كسبان بطل سيراليون في ماتش الذهاب هناك في سيراليون 3-1، فالموضوع سهل، الموضوع انتهى يعني تقريبا. عندنا التصنيف بتاع الفرق طبعا، تصنيف اهلي ترجي وداد وصن داونز، ده التصنيف الاول، وده الاول مره يا كابتن من فتره طويله جدا فريق صن داونز يصعد للتصنيف الاول في افريقيا وفقا للنتائج. كنا على طول بالله يعني دايما الاهلي هيلاعب مين، هيقول لك صن داونز وانت مغمض واقع في ارابيزنا بقى لنا سنين كده، انما هو دلوقتي خلاص هو براق خالص ومش هينفع يقع معاك لانه بقى تصنيف اول، وده نجاح للفرقه دي. الفرقه دي عملت نجاحات كبيره، فرقه وصلت انها حاليا بقت خلاص هي اهلي ترجي وداد وفرقه صن داونز. عندنا المستوى الثاني حاليا فرقه بيراميدز اللي بتمثل مصر لاول مره السنه دي في البطوله، معاها بترو اتلتيكو وسيمبا و شباب بلوزداد، هيبقى هو اللي موجود، هو ماتش النهارده بس زي ما بقول لحضرتك هو خلاص الماتش منتهي يعني. المستوى الثالث هيبقى فيه مازيمبي الكونغولي ويانج افريكانز والهلال السوداني واسك ميموزا. ولما تسالني في الفرقه اللي فيهم في الاهلي انا ممكن اكون مفاجاه لو اقول لك ان انا عايز الفرقه دي معانا. طب انا هسالك السؤال يعني تخيلي كده ممكن تكون مجموعه النادي الاهلي ازاي، بس خلينا ده التصنيف الثالث زي ما انت قلت، ومازيمبي ويانج افريكا قوي جدا يا كابتن على فكره. نعم؟ ده المستوى الثاني قوي جدا، ده المستوى الثالث. المستوى الثالث يعني انا كنت لسه هقول لك يعني تحسه اقوى من الثاني، فرق يعني فرق كبيره جدا على مستوى الخبرات على مستوى بطوله افريقيا. مازيمبي تتكلم على يانج افريكا، طبعا يانج افريكا طبعا محقق الكونفدراليه واعتقد وصل للنهائي في الكونفدراليه. الهلال طبعا الهلال تاريخه. الهلال السعودي ولا الهلال السوداني؟ اسك العائد، اسك ابيجان واسك مياموزا العائد بقوه من بعد فتره، كان اسمه غاب فترات طويله. بالظبط غاب السنه دي وقدر يطلع بعد ماتشين قويين ذهاب وعوده اهلي بنغازي الليبي كان هو اللي معاه في دور ال 32 وقدر يتفوق معاه ويحجز مكانه في دور المجموعات. طبعا اخر حاجه المستوى الرابع فرق كلها، وده شيء جميل برضو. نجم الساحل يعني سيبك من نجم الساحل المفاجاه الكبيره اللي هو كان بيبقى ممكن سنين كتير تصنيف اول، انما تعال نبص للثلاثه اللي بعد كده. فرقه جالاكسي دي فرقه من بوتسوانا، وفرقه ميدياما دي فرقه من غانا، وفرقه نوازيبو الموريتاني اللي ظهر بقاله سنتين ثلاثه وحط اسمه دي على اسماء اول مره تظهر على ساحه جالاكسي وميدياما. دول ما كانوش موجودين خالص، فده يقول لحضرتك نفس اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم فيه، تغير خريطه المنتخبات، تغير كمان خريطه الانديه. خلاص دلوقتي ما عادش فيه ان ده هو الاهلي والترجي وصن داونز، لا في فرق قويه، فرق بدات تظهر وتحط نفسها. بدات برضه في افريقيا ايهاب جزئيه الاستثمار، وبعض الشركات وبعض المستثمرين بيستثمروا في هذه الانديه كتير. جالاكسي دي ما سمعناش عنها خالص في بطوله افريقيا، وبالتالي قد يكون احد الانديه اللي تحت رعايه مستثمر راجل اشتغل على الجزئيه ديت لحد ما وصل للفرقه انها بتلعب بطوله افريقيا. ابرز تجربه عندنا مازيمبي، احد رجال الماس كبار تجار الماس في الكونغو، وصل الفرقه للشكل ده لانها بقت فرقه موجوده وبتنافس دايما وموجوده في افريقيا، فرقه قويه جدا. طيب كنت بتقول لي على مجموعه يعني مجموعه تخيليه للنادي الاهلي من وجهه نظرك او تمنياتك تكون ايه؟ و لو قلنا تصنيف الاول طبعا الاهلي هناخد تصنيف تاني، انا افضل من بيراميدز وبترو اتلتيكو وشباب بلوزداد، في حساسيه مع فرق شمال افريقيا معتاده مع مصر فشباب بلوزداد نبعد عنها، وبيراميدز برضو ما حبذوش، بترو اتلتيكو او سيمبا، وافضل فريق سيمبا. سيمبا تنزاني، وده هيعمل حاجه في المجموعه الثالثه انه هيخلينا نبعد عن يانج افريكانز، لان في رولز للقرعه ان الفرقتين مش هيقعوا في بلد واحده ما يقعش فيها فرقتين. مظبوط، فهيبقى عندنا في التصنيف الثالث
مازيمبي ويانج افريكانز والهلال واسيك. انا المفاجاه اللي بقولها لك انا افضل مازيمبي. مازيمبي اللي هو اقوى واحد في نظر البعض فيهم، لان مازيمبي بقى له 3 سنين بعيد، يعني مش هو ده مازيمبي اللي وصل لنهائي البطوله بتاعت الانديه كاس العالم، ولا هو ده فرقه مازيمبي الرهيبه اللي شفناها. فرقه مازيمبي بعد ما باع نجوم منه كتير، النجوم اللي ظهرت والنجوم اللي كانوا بارزين جدا زي جاكسون موليكا المهاجم اللي راح صحيح. تركيا وتالق، خلاص الفرقه تراجعت كتير. لو مش مازيمبي انا يعني برضو اسك عائد من بعيد، مش هو برضو مش هو اسك مش هو اسك المرعب صحيح. بتاع ابيجاني المعروف. لا طبعا المجموعه الرابعه اي فريق بعيدا عن النجم الساحلي هو فريق يبقى اسهل حاجه للاهلي يقع معاه في المجموعه. ولو قلنا بالترتيب يبقى جالاكسي ميدياما نوازيبو. على فكره فرقه نوازيبو من اعلى الفرق تصنيفا في القاره في السنتين ثلاثه اللي فاتوا. اعلى الفرق على مستوى ايه بقى؟ التطور، على مستوى التطور، التقييم بتاع اللجنه الفنيه للكاف. أوكي. من الفرق اللي اتطورت جدا هي وفرق تنزانيا، ودي مفاجاه يعني من اعلى الفرق اللي اتطورت كرويا في القاره في السنتين ثلاثه اللي فاتوا فرق تنزانيا. يانج افريكانز وسيمبا بقوا متواجدين بشكل دائم في كل البطولات وموجودين في الادوار الاقصائيه من البطوله زي دور المجموعات والكلام ده. فدي تطور وفي شغل بيحصل في الدول دي عمل ان الفرق ازاي توصل وتتطور بالشكل ده. شايف ان يمكن السنوات اللي جايه في بطوله افريقيا هيكون اللي بيتنافس مع النادي الاهلي كان دايما شمال افريقيا، هل شايف ان ممكن المعادله دي تتغير ويكون في منافسه قويه جدا من دول افريقيا السمراء ما بين قوسين وابتعاد شويه الدول الشمال افريقيا عن المشهد؟ لسه صعب شويه، لسه صعب شويه بالنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها وهي الاحتراف. الاحتراف في افريقيا السمراء الاحتراف اللي مفتوح من بدري، فمعظم النجوم انا عايز اقول لك لو النجوم الكبيره اللي في افريقيا السمراء بتطلع اوروبا موجوده في الانديه دي، الانديه دي هتبقى صعبه جدا وهتعاني معاها انديه شمال افريقيا عشان تكسب. ولكن معظم اللعيبه البارزين زي ما حضرتك عارف كل اللي بيطلع في غانا ساوث افريقيا في ابيجان كل اللعيب السنغال، احنا ليه مش شايفين يعني تجربه اكاديميه كره القدم وطبعا على مستوى الالقاب. يمكن كمان منصف زميلنا في الاعداد بيقول لك شمال افريقيا حصل على 35 لقب، وسط افريقيا 12 تقريبا، وغرب افريقيا ل 10 القاب، وجنوب افريقيا يعني نسختين او بطولتين. هي السيطره من دول شمال افريقيا سيطره ليه؟ لان معظم الدول دي يا كابتن زي ما بنشوف انها محتفظه بنجومها. انا عايز يعني احنا ما بنسالش نفسنا ليه ما فيش فريق من السنغال، ليه بقالنا كتير في افريقيا؟ بالرغم ان المنتخب السنغالي من اقوى هو الاقوى وهو التصنيف الاول مع المغرب بيتبادلوه في الفتره الاخيره، ولكن ليه السنغال مش موجود فريق قوي بينافس على لقب بطوله افريقيا؟ لان كل اللعيبه البارزه اللي بتظهر في السنغال او في اكاديميه كره القدم جينيريشن فوت كله بيطلع على بره دوري الفرنسي انا معاك دوري البلجيكي. لا تزال طبعا البطوله الافريقيه بطوله قويه على مستوى دلوقتي، كمان النسخه ديت هتكون في اعتقادي اقوى كمان من النسخه اللي فاتت، في فرق راجعه بقوه جدا. خلاص صن داونز مش هنشوفه في طبعا دوري المجموعات، هو ادوار اقصائيه بقى، ادوار اقصائيه ان شاء الله نقابله في المباراه النهائيه ان شاء الله، والنادي الاهلي يتوج بيه ان شاء الله البطوله المحببه اكيد يعني الاميره السمراء. كلنا يعني امل كبير جدا ان احنا ان شاء الله ان شاء الله. كابتن انا شايف ان النادي الاهلي في وسط، يعني انا تابعت معظم مباريات الجوله دي جوله 32، النادي الاهلي فارق عن الانديه دي معظمها. الفوز 7-0 ذهابا وايابا طبعا مجموع المباراتين دي رساله قويه جدا لكل المنافسين ان النادي الاهلي ناوي، النادي الاهلي ما بيخشش بطوله يهزر زي ما معتادين منه، عايز يدافع عن لقبه، لقب اللي زي ما حضرتك قلت لقب المفضل لجماهيره واللي عايزه تحتفظ بيه في الموسم الجديد.